عشان باقي لي دقيقتين محمد على الفاصل، تفضل محمد. ايه مباراه النصر والباطن، مباراه النصر والباطن ابو بدر تاتي وفق رغبه كبيره لدى النصراويين في التعويض والعوده للمنافسه. ايضا لا نخفي انه اخر مباراه بين النصر والباطن كانت السباعيه اللي بعدها تمت اقاله الاستاذ صفوان السويكت. فبامانه حينما نرجع للتاريخ المواجهات بين الفريقين يعني الفرق كبير بين النصر والباطن، يعني 6 فوز للنصر 3 فوز للباطن وتعادل 1. ايضا لما نجي للمباراه اللي سبقت، النصر يخرج من هزيمه في كلاسيكو، الباطن يخرج من تعادل مع الطائي، فبالتالي اعتقد انه الرغبه للتحفيز لدى الفريقين، ولكن اعتقد انه النصر سيكون له كلمه كبيره في هذه المباراه وسيعود للمنافسه بشكل كبير جدا، وصحيح بمدرب مؤقت، صحيح هناك بعض الاصابات وبعض الغيابات، ولكن هذا لا يبرر اعتقد مصالحه الجمهور النصراوي والعوده التي يفترض ان يكون عليها الفريق النصراوي ستكون من مباراه الغد. طيب خلينا نروح الفاصل بس اخير ونعود، خليكم معنا.